بطبيعه الحال بطبيعه الحال سيرتو اون فينال ديجا حنا عندنا ان بيتش ونا با اونكيسي، هذا هو ليسونسيال في دي فينال كوم سا ونا با اونكيسي، سجلنا هدف، هذا الهدف هذا غادي نخليه عندنا اون فاشيرشي ان شاء الله اماركي ليه باش نصاحبوا عليهم المهمه اكثر واكثر، ما غنمشيوش نتركوا الوراء، خصنا نخرجوا نلعبوا ان شاء الله باش نسجلوا الهدف باش نزيدوا نصاحبوا عليهم المهمه ان شاء الله. عرفنا كما بغات تكون النتيجه في المغرب الا والروتور غادي يكون صعيب لان الحاسم غادي يكون في اسكندريه. نتيجة هدف لصفر ماشي مطمئنة بالنسبة لنا، غادي نمشيو ندافعوا على الحظوظ ديالنا في مباراة ديال الإياب. كنعرفوا فريق بركان يجيد اللاعب خارج الميدان، دونك حنا عرفنا النتيجة ماشي سهلة، نتيجة ملغومة. فريق نادي الزمالك فريق قوي في الميدان ديالو، حنا إن شاء الله غادي نمشيو ندافعوا على الحظوظ ديالنا ونجيبوا الكاس اللي كانت مغربيه وغتبقى مغربيه ان شاء الله. كما شفتوا اليوم الفريق البركاني كان داخل يقدم يجيب واحد النتيجه ايجابيه، اليوم لا ريوسيت ما كانتش فواحد 100% وصلنا البوطو، ضيعنا العديد من المحاولات، العارضه ردت شي ثلاثه المرات، الحمد لله في الوقت البدل الضائع استطعنا اننا نسجلوا الهدف ونعشوا الحظوظ ديالنا باش نمشيو ان شاء الله وندافعوا على الكاس ان شاء الله من في القاهره ونرجعوا بواحد النتيجه ايجابيه اللي هي نهديوا الكاس لمدينه بركان والسكينه.